فيما حكته المرأة استوقف اهتمام العميد الممتاز تلك الفجائية التي حدثت فيها كل التطورات التي سبقت اختفاء محمد بن أحمد بن قدور. قالت إنها كانت تتصل به في هاتفه المحمول ولم تكن تتلقى أي رد، ولذلك صارت تظن أنه ربما تعرض لمكروه. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. حافي القدمين على السكة، الحلقة 32. كانت أشلاء، ما ظل متماسكا من الجثة هما الساقان. كانت جثة رجل، تلك التي داستها عجلات القطار الذي كان متوجها من الرباط إلى مراكش ذاك 27 من ديسمبر من العام 2000. كان القدمان حافيين ولم يكن بهما ما يدل على أن الرجل مشى إلى السكة. أبانت المعاينة والتحاليل التي أجريت أن بين بقايا الطعام الذي تناوله الرجل أثر مادة سامة شديدة مفعول. خلص المحققون إلى أنه ربما مات قبل أن تلقى جثته على السكة الحديدية. تولى التحقيق في هذه القضية الغامضة رئيس الفرقة الجنائية 10 العميد ممتاز البشير العباسي. وعدا ما تم رصده من دلائل على أن الأمر لا يتعلق بعملية انتحار بل بجريمة قتل، لم يتوفر ما يمكن من تحديد هوية صاحب الجثة الممزقة. لم تكن هناك أصابع ترفع منها البصمات، ولم تكن في ملابسه وثيقة ما. في مثل هذه الحالة يتم نشر مذكرة بحث تعمم على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي في كل أنحاء البلاد، وذلك ما قام به العميد الممتاز العباسي على أمل أن يظهر من يبحث عن متغيب أو مفقود. وقد أوصى العميد الموظف المكلف بالمستودع البلدي للأموات بأن يتصل به شخصيا عند قدوم أي شخص يبحث عن مفقود. مرت عدة أيام دون أن يعرف هذا الملف جديدا، ثم في صباح 16 من يناير من العام 10 و2000 جاءت إلى المستودع البلدي للأموات امرأة يرافقها شاب، كانت تبحث عن رجل اختفى منذ فترة في ظروف غامضة. وقد عرض عليها الموظف الجثث التي كانت في المستودع البلدي للأموات، لم تكن بينها جثة الشخص الذي تبحث عنه تلك المرأة. وبينما كانت تهم بالمغادرة أبلغها الموظف بوجود بقايا جثة وسألها إن كانت ترغب في إلقاء نظرة عليها. في البداية ترددت ثم وافقت. سحب العون الدرج الذي يأوي الساقين والأشلاء، وما أن رأت الساقين حتى أغمي عليها. تم نقلها إلى المستعجلات بينما اتصل الموظف بالعميد الممتاز العباسي وأبلغه بهذا المستجد. في ذلك اليوم لم يتمكن العميد من استجواب المرأة، إذ نصح الطبيب الذي تولى إسعافها بإرجاء الأمر إلى الغد. في تلك الليلة بات بباب الغرفة التي كانت فيها حارس أمن. في الصباح جاء العميد إلى المصحة. كانت الحالة الصحية للمرأة قد تحسنت وبدت مستعدة للإجابة عن أسئلة المحققين. تم نقلها مع ذلك الشاب الذي كان يرافقها والذي قالت إنه ولدها إلى مقر ولاية الأمن. علم منها العميد الممتاز أن بقايا الجثة تعود إلى زوجها، وأنها تعرفت عليها من خلال أثر العملية الجراحية التي أجريت له على الساق قبل عدة سنوات. للمرة الأولى منذ أن تولى البحث في هذا الملف
سيتمكن العميد من وضع اسم معلوم لتلك الأشلاء البشرية التي تناثرت على سكة القطار. علم من المرأة أن الرجل كان يسمى محمد بن أحمد بن قدور المزداد في صخور الرحمنة في العام 67 900 وألف. كان رجلا مهاجرا في فرنسا لما تزوجها قبل 20 عاما، وقد التحقت به هناك. قالت إنها تمكنت من متابعة الدراسة وتخصصت في المحاسبة وحصلت على شهادة أهلتها للحصول على وظيفة في إحدى الشركات الكبرى. في سردها لتفاصيل حياتهما في تولوز بفرنسا قالت إنه محمد زوجها تخلى عن عمله بعد أن حصل على قرض من البنك وظفه في فتح محل تجاري تخصص في بيع اللحوم الحلال، وهو ما جعله يستقطب زبناء كثيرين من أبناء الجاليات المغاربية أساسا. علم المحققون من المرأة واسمها خديجة العجان أن علاقتها بزوجها عرفت بعض التدهور في الفترة التي تلت افتتاحه المجزرة. قالت إنه صار يخالط بعض المتزمتين الذين كانوا يحرضونه على الضغط عليها بل وإجبارها على ارتداء الحجاب. قالت إن أحد أولئك المتزمتين كان يجد في جهل أغلب المهاجرين بأمور الدين مرتعا خصبا له ينشر بينهم أفكاره الغريبة. قالت إن الرجل المتزمت صار يدفع زوجها إلى تطليقها لأنها رفضت ارتداء الحجاب. تضيف خديجة أنه لما لم يستطع تطليقها وفق هواه ولم يتمكن من إقناع المحكمة الفرنسية بأسباب الطلاق قرر العودة إلى المغرب. باع متجره وجاء إلى الدار البيضاء حيث قام بفتح سوق ممتاز صغير يعرض اللحوم والمواد الغذائية المختلفة. قالت إنها أحست لاحقا بأنه قرر العودة إلى المغرب فرارا من ضغط تلك الجماعة من المتزمتين خاصة، وأنه لم يتمكن من إثبات قوته بتطليق زوجته التي ترفض ارتداء الحجاب. قالت إنه كان يأتي إلى تولوز مرة كل 3 أو 4 أشهر، يمضي بعض الأيام يتفقد أحوال الأولاد ثم يعود إلى الدار البيضاء، وفي العطل الصيفية كانت تأتي هي والأولاد لقضاء العطلة. كان العميد الممتاز يصغي إلى المرأة بينما كان أحد مساعديه يدون كل أقوالها في محضر. كان العميد يريد أن يعلم أكثر عن حياة محمد بن أحمد بن قدور في المغرب. قالت المرأة إنه لما عاد إلى المغرب توجه إلى قريته في صخور الرحمنة من حيث أتى بابن عمه محمد بن عبد الله بن قدور ليساعده في تجارته. أمضى معه عاما أو نحوا من ذلك، وقد أبان عن وفاء وإخلاص وتفان في العمل، وكان زوجها لقاء ذلك قد خصص له أجرا شهريا محترما. من تولوز كان الرجل يبدو وقد نجح في مشروعه، وكان يتصل ببيته هاتفيا مرة كل 2 أو 3 يسأل عن أحوال الأبناء. ثم فجأة تقول خديجة وعيناها تدمعان: انقطع كل اتصال منه. مضى على ذلك الحال شهر كامل. قالت إنها كانت تتصل به في هاتفه المحمول ولم تكن تتلقى أي رد، وذاك ما جعلها تشك في أن زوجها تعرض لمكروه. قالت إنها لما وصلت إلى الدار البيضاء توجهت مباشرة إلى المحل التجاري لزوجها، وقد فاجأها أن المحل هدم وأن أشغال بناء عمارة مكانه قائمة على قدم وساق، ولم يكن أمامها سوى التوجه إلى قرية زوجها في صخور الرحمنة. كانت هناك على موعد مع مفاجأة ثانية، فابن عم زوجها محمد بن عبد الله بن قدور ذاك الذي كان يعمل مساعدا لزوجها صار صاحب متجر كبير في القرية. لم يتنكر الرجل لها وأبلغها بأن زوجها باع محله التجاري في الدار البيضاء وعاد إلى فرنسا، وإنه كان قد وعده بالاتصال به عندما يصل ولكنه لم يفعل حتى الآن. لاحظت خديجة أن تجهيزات كثيرة مما كان في المحل التجاري لزوجها انتهت بها الرحلة هنا في هذا المحل التجاري الجديد في القرية، كما لاحظت أن بين تلك الأشياء ملابس تخص زوجها. لم تطل خديجة البقاء في القرية وعادت إلى الدار البيضاء. قالت إنها طافت بكل المستشفيات، ولما أعياها البحث ويأست من العثور عليه حيا توجهت إلى المستودع البلدي للأموات.
فيما حكته المرأة استوقف اهتمام العميد الممتاز تلك الفجائية التي حدثت فيها كل التطورات التي سبقت اختفاء محمد بن أحمد بن قدور، والسرعة التي باع بها محله التجاري، أكثر من ذلك السرعة التي حصل بها صاحب مشروع العمارة على رخصة البناء. رأى العميد أن الحلقة المفقودة قد تكون لدى طرف من الأطراف التي كان يهمها أن يتخلى الرجل عن محله التجاري طوعا أو كرها، وقد مال العميد إلى استثناء فرضية تخليه عن تجارته طوعا في الوقت الذي كانت تدر عليه مداخل هامة. تم إجراء تحليل لعينة من دم الشاب الذي يرافق المرأة وهو ابنها، وقورن حمضه النووي مع الحمض النووي لبقايا الجثة، وجاءت النتيجة حاسمة، الأشلاء أشلاء محمد بن أحمد بن قدور. تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيفاد فريق من المحققين إلى صخور الحمنة للاستماع إلى محمد بن عبد الله بن قدور، فقد كان أقرب شخص إلى الهالك حتى اللحظات الأخيرة قبل اختفائه، وكان طبيعيا أن يسأل عن مصدر المال الذي سخره في فتح محله التجاري. رد بأن ذلك مما حصل عليه من ابن عمه جزاء إخلاصه في العمل بعد أن باع المحل، لأنه عزم على الرجوع إلى فرنسا. في الدار البيضاء استجوب الباحثون صاحب مشروع العمارة التي تقام مكان المحل التجاري، وقد أكد أنه اشترى العقار حيث كان بن قدور يكتري محله، كما أنه توصل إلى اتفاق ودي مع الرجل الذي حصل على 60 مليون سنتيم وأخلى بعد ذلك المحل، وقد قدم الرجل نسخة من عقد اتفاق أشهد عليه عدلان. حين فحص الباحثون الوثيقة وجدوا أن محمد بن قدور الموقع فيها أدلى برخصة السياقة كوثيقة للتعريف بدل بطاقة التعريف الوطنية، وقد أثار الأمر الشكوك، ولذلك تقرر التدقيق في الأمر بزيارة إلى أرشيف مصلحة تسليم رخص السياقة. كان صاحب الرخصة حسب عقد الإزدياد المدرج في الملف هو محمد بن عبد الله بن قدور وليس محمد بن أحمد بن قدور. في رخصة السياقة لم يكن يظهر سوى اسم محمد بن قدور. تم استقدام محمد بن عبد الله بن قدور من صخور الحمنة، وقد أنكر أن يكون من وقع في عقد التنازل عن المحل التجاري. تم استدعاء العدلين اللذين حررا العقد، وطلب منهما التعرف على محمد بن قدور بعدما وضع في صف من الرجال تتقارب أعمارهم وملامحهم، وقد أشار إلى الرجل المستقدم من صخور الحمنة. إذ ذاك انهار محمد بن عبد الله بن قدور، اعترف بأنه قبض 60 مليون سنتيم من صاحب مشروع العمارة لقاء إخلاء المحل التجاري. قال إن الرجل هو الذي دله على عطار في المدينة القديمة أعد له خلطة السم القاتل التي مزجها بطعام ابن عمه، لما مات وضعه في ثلاجة وانتظر إلى بطن الليل، ثم حمل الجثة التي بلغت درجة من التجمد وألقى بها في ذلك المقطع المظلم من السكة الحديدية. تبين من خلال تحريات أن محمد بن عبد الله بن قدور كان من نفذ جريمة القتل بتحريض ومشاركة من صاحب مشروع العمارة وتواطؤ من العدلين اللذين تبين أنهما حصلا على نصف ما دفعه صاحب مشروع العمارة لقاء تزوير عقد التنازل. ملفات بوليسية.